ما زلنا تحت عنوان سي في اس باثولوجي، بنتكلم عن الجزء الثاني منها اللي هو الهارت. الديسيز اللي هنتكلم عنه النهارده هو الانفكتيف اندوكارديتس. من اسمها كده واضح انها انفكشن موجوده في الاندوكارديوم. طيب تعالى نعرف الموضوع ده اتطور منين. في البدايه خالص هي كانت بكتيريا، سواء كوكاي او باسيلاي، كانت موجوده في الاورال كافيتي. طبعا البكتيريا ديت هتوصل القلب، هتوصل القلب ازاي؟ يا اما انها قدامها الطريق العادي انها تخش الجي اي تي ثم يحصل لها ابزوربشن. بس طبعا الفكره ديت خاطئه جدا. عارف ليه؟ لان اي بكتيريا لما بتعدي على الاستومك هتموت، ما عدا طبعا الاتش بايلوري. فدي الفكره اللي هي الخاطئه. طيب الفكره اللي هي السهله، ازاي البكتيريا ديت توصل؟ البكتيريا ديت توصل للبلاد ستريم عن طريق ان شخص بيعمل مثلا دنتال بروسيدور، اي مشكله، او بيعمل بيخلع ضرسه مثلا، بيركب دينشر، يعني بيركب مقاوم سنان، اي حاجه او اي مشكله في السنان. فالبكتيريا بتوصل من خلال البلاد فيسل موجوده في السنان او في الاورال كافيتي، وتوصل من خلالها للقلب. طيب هل اي شخص القلب بتاعه عادي هتمسك البكتيريا ديت فيه وتعمل اندوكارديتس؟ طبعا لا، البكتيريا ما بتمسكش غير في شخص القلب بتاعه او الفالف بتاع القلب بتاعه اللي هو الصمام بتاعه فيه مشكله، سواء الصمام ده كان كالسيفايد، عليه كالسيفيكيشن، عليه كالسيوم مترسب نتيجه لان فيه فايبروزس، يا اما فايبروتيك، فيه فايبروزس يعني مع الوقت، او ان هو يكون بروستاتيك. باختصار يعني انا عايز بروستاتيك معناها الاول صناعي، بروستاتيك هارت فالف يعني قلب صمام صناعي. انا عايز حاجه خشنه لان البكتيريا مش هتمسك غير في حاجه خشنه، ولما تمسك في الحاجه الخشنه دي هتبتدي انها تنقسم. يبقى عشان يحصل الانفكتيف اندوكارديتس لابد من ان القلب الصمام بتاعه او الوول بتاع القلب يكون كالسيفايد او فايبروتيك، يا اما يكون بروستاتيك يعني اللي هو يكون صمام صناعي. معظم البكتيريا ديت شبه الستريبتوفايريدين، دي اشهر واحده اللي هي بتسبب تسوس الاسنان، ستريبت فايريدين اشهر واحده بتتواجد، هي اللي بتعمل الانفكتيف اندوكارديتس عامه. يعني احنا عرفنا ان الشخص ده مش شخص عادي، ده شخص القلب بتاعه الفالف بتاعه في كالسيفيكيشن او فايبروتيك او بروستاتيك. البكتيريا بتيجي تمسك على الفالف، لو انا جيت وكبرت الفالف ده اهو، وادي الكوردة تنديني اللي ماسكه، وادي البابيلاري ماسلز. الفالف اللي عندي ده هو بتبتدي البكتيريا انها تترسب عليه. البكتيريا بتحب ايه؟ بتحب الغذاء او الجلوكوز الموجود في الدم، وهي موجوده في الدم، ده موجوده في القلب اللي هو مركز الدم. فبالتالي البكتيريا ديت بتبتدي انها تكبر مع الوقت، هتفضل تكبر 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 وتعمل فيجيتيشنز كتيره، تعمل عدد كبير جدا من البكتيريا. العدد الكبير من البكتيريا ده مع الوقت بيبتدي ان هو ينزل مع اتجاه الدم، ويفضل نازل. في البداية بيكون موجود على الكوردة تنديني، وبعضهم بيعمل بص، عملوا لكم باللون الاصفر اهو، نتيجة لان النيوتروفيل بتيجي في المنطقة ديت وتبتدي انها تكسر في البكتيريا. بعض النيوتروفيل بيموت وبعض البكتيريا بيموت فيعمل بص. فهو ده اللي هشوفه بالظبط، التيبيكال ابيرنس بتاع الانفكتيف اندوكارديتس. لما باجي ببص على الفولف بالذات المترال زي ما قلنا، بس ده ما يمنعش انها بتكون برضو على اورتيك فولف، بلاقي ان الفولف موجود عندي في لارج فيجيتيشن، الفيجيتيشنز حجمها كبيره جدا، وفي بص لونه اصفر. اللون الاصفر اللي احنا شايفينه ده كله عباره عن بص، عباره عن نيوتروفيل ميته نتيجه لحرب الطاحنه بينها وبين البكتيريا ديت. بعض الفيجيتيشنز ابتدت انها تمتد على الكوردا تنديني، وده ما كانش بيحصل في الروماتيك فيفر، الاكيوت روماتيك فيفر. دلوقتي انا بفرق لكم بين حاجه مهمه جدا جدا جدا، انفكتيف اندوكارديتس السبب فيها انفكشن في بكتيريا موجوده على الفالف، انما الاكيوت روماتيك فيفر ده كان عباره عن اوتو اميون ديسيز انتي بودي بتتفاعل مع الام بروتين. احنا دلوقتي بنتكلم عن انفكتيف اندوكارديتس اللي هو بكتيريا موجوده على الوومن.
طيب هل الفكرة في البكتيريا ديت انها تتواجد في مكانها بس؟ لا، البكتيريا ديت بتتحرك مع الوقت، فبدل ما هي موجودة هنا هتنزل في الليفت فينتريكل، ومن الليفت فينتريكل للأورطة، ومن الأورطة لكل أنحاء الجسم، فتؤدي لمشاكل كبيرة جدا، وتؤدي لحاجة اسمها سيبتيك انفاركشن، اللي هو موت للأعضاء كثيرة نتيجة لسيبتيك اورشن، نتيجة لأن في بكتيريا، موت لأعضاء كتيرة نتيجة لأن في بكتيريا. أول عضو هيتأثر طبعا هو القلب، لأن احنا عارفين الأورطة وهو طالع من القلب بيديله برانشات، بيدي الكوروناري ارتريز الرايت اند ليفت كوروناري ارتري. الرايت اند ليفت كوروناري ارتري لو حصل فيهم ان بكتيريال ثرومبس اللي هو ابتدت انها تعمل تقف فيهم وتموت او توقف البلاد سبلاي اللي رايح للقلب، بيبتدي القلب ان هو في اجزاء منه تموت، زي الاجزاء اللي احنا شايفينها ديت اجزاء لسه ميته حديثا من القلب، لسه ميته حديثا، عشان كده لونها بني غامق. بني غامق ليه؟ لان ديت بتمثل ريسنت مايوكارديال انفاركشن، زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرات الجايه. يبقى ده باختصار الانفكتيف اندوكاردايتس، من اول السبب اللي هو بكتيريا موجوده في الاورال كافيتي، في شخص عنده مشكله في الفولف بتاع القلب لازم يكون سك عشان تمسك عليه البكتيريا ديت، وتبتدي انها تنزل للكوردة تندني، وساعات تعمل بيرفوريشن كمان تخترق الفولف، ولما تنزل بعد كده مع الدم، ومن الدم تتنقل للاورجنز، واشهر الاورجنز اول حاجه هو الهارت، لان بيطلع الكوروناري، فتلاقي ان بعض الاماكن من الارت ابتدت انها تعمل ريسنت مايوكارديال انفاركشن تحت الميكروسكوب اهوت، عشان ده عباره عن الليفت فينتريكل، تمام، وده عباره عن الليفت اتريوم، وده الفالف. الفالف اللي انا ملاحظه عليه ان في اريا اوف هيموريدج، في مناطق تانية اللي هي ديت عباره عن البكتيريال فيجيتيشنز، البكتيريال فيجيتيشنز، وادي حته اهيت الفالف فيها متاكل خالص، وبقول ان فيها ulceration، بالاضافه لان كل النقط الزرقاء اللي احنا شايفينها دي بتمثل البص، ما احنا عارفين اللون الازرق هو نيوتروفيل، ونيوتروفيل في الهاي باور اللي هي الاماكن ديت كلها دي بتمثل بص سيلز.